طالب العلم في شهر رمضان بالخصوص يجب عليه أمور. الأمر الأول أن يعنى بالتفقه بأحكام الصوم، فإن أحكام الصوم مما يخفى على المرء بيانها في بعض المسائل الجزئية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن بعض أحكامها تنسى، ولذلك لا بد فيه من تكرار ولا بد فيه من إعادة. وما زال دأب أهل العلم رحمهم الله تعالى إذا دخلت المواسم يقرؤون ويبحثون في المواضيع المتعلقة بتلك المواسم، كمواسم رمضان والحج وغير ذلك والأعياد وغيرها، إذ المرء ربما ينسى بعض الأحكام، فيتذكر المسلم وطالب العلم بالخصوص هذه الأمور بتعلمها وتذكرها والجلوس في حلقات العلم لاستحضارها ومراجعتها. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن طالب العلم مأمور بتعليم الناس وتبيين السنة لهم وتوضيح المحجة في عباداتهم كلها، والمرء ليعلم أن من أعظم الأشياء التي يتقرب بها إلى الله عز وجل أن يدل الناس على الخير، أن يدل الناس على الخير، إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير، والدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو رجل غدا عالما أو متعلما. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دل على خير كان له مثل أجر فاعله من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. فالمرء من أفضل القربات عند الله عز وجل أن يعلم الناس الخير وأن يدلهم على أحكام الأعمال على طريقة سوية وطريق مستقيم، لكن مع الحذر أن لا يتكلم في دين الله عز وجل إلا بما يعلم، وأن لا يتجرأ وأن لا يتسور على أن يقول في دين الله سبحانه وتعالى شيئا لم يعلمه. وقد جاء أن الشعبي الإمام الجليل رحمه الله تعالى جاءه رجل فحدثه بحديث مسند إلى أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم رضي الله عنه أنه قال، أعني عبد الله بن مسعود، قال: إن المرأة إذا أجاب عن كل ما سئل فإنه مجنون. فسكت الشعبي رحمه الله تعالى قليلا ثم قال: ليتنا علمنا بهذا الحديث منذ زمن لكنا تركنا الإجابة عن كثير مما سئلنا عنه. إذا كان أئمة المسلمين وأعلامهم كعامر بن شرحبيل الشعبي المذكور آنفا ندم على أنه أجاب في بعض ما سئل عنه، فما ظنك ببعض الناس الذين يتسورون على العلم ويقفزون عليه ويتكلمون في عظائم الأمور قبل صغارها؟ ولذلك قد ذكر الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى كلمة عظيمة جليلة: من تأملها عرف قدر نفسه ومنزلة علمه الذي تعلمه. قال الشافعي رحمه الله تعالى: العلم أربعة مراحل، فأول مرحلة من هذه المراحل الأربع من تعلمها ظن أنه أعلم الناس، فحينئذ ترى ذلك الرجل يجيب عن كل ما سأل عن كل ما سئل، وتراه يصحح ويضعف في أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم بكل جرأة، وترى ذلك الرجل يقوم غيره ويصوبهم ويعلي لسانه بالإنكار في كل ما علم وفي كثير مما جهل بخرصه وظنه، وهو في الحقيقة إنما نال أقل العلم وهو ربعه الأول. قال: ثم الربع الثاني، من تعلمه علم أنه قد فاته من العلم شيء، وأنه محتاج إلى أن يتعلم غيره، وهذه طريقة لا يعلمها إلا من تعلم جزء الثاني من العلم وبقي له ثلاثة أجزاء. قال: وأما الجزء الثالث فإن من تعلمه، وهو الربع الثالث، من تعلمه فإنه سيعلم أن ما فاته من العلم أكثر بكثير مما أدركه، ولذلك فإذا تعلم المرء العلم الثالث وازداد علمه كثر توقفه وقل إفتاؤه وخاف من الله عز وجل خوفا عظيما. ولذلك مما أثر واشتهر من الكلام والقول أن المرء كلما كثر علمه قل كلامه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: يجب على صاحب القرآن أن يعلم بصمته إذ الناس خائضون. المرء كلما كثر علمه كثر صمته وقل خوضه وقل إفتاؤه في شرع الله عز وجل. وقد جاء أن الأثرم أبا بكر سئل عن الإمام أحمد شيخه، فقيل له: لما كان الإمام أحمد إذا سئل عن مسائل كثيرة قال: لا أدري لا أدري؟ قال: إنما كان ذلك بسبب علمه بالخلاف، فإن المرء إذا علم خلاف الأئمة وعلم نظرهم في المسائل فإنه يخشى الله عز وجل ويخافه، ولكن لا يكون ذلك إلا لمن زاد علمه
وعرف هذا العلم الكبير الذي لا يصل إليه إلا أقل الناس. قال الشافعي رحمه الله تعالى: والمرحلة الرابعة فلا يصل إليها أحد ولا ينالها أحد، لأن العلم لا منتهى له، كما قال الخضر لموسى عليهما السلام كما في الصحيح: ما نقص علمي وعلمك من علم الله عز وجل إلا كما نقص هذا العصفور من البحر، لما نقر عصفور في اليم فشرب منه شربة قصيرة أو قليلة. فالمقصود من هذا كله أن طالب العلم في رمضان يعلم الناس الخير، ولكن يخشى الله عز وجل ويتقه، فلا يجادل ولا يماري ولا يقول في دين الله عز وجل ما لا يعلم. الأمر الثالث مما يجب على طالب العلم فعله في هذا الشهر الكريم أن يحرص على حفظ شهره من الكلام، فقد كان الأئمة من أهل العلم يقلون الكلام في شهر رمضان. فقد ثبت عند أبي بكر بن أبي شيبة أن أبا هريرة رضي الله عنه كان هو وأصحابه، وإنما كان أصحابه فقهاء علماء مثله رضي الله عنه ورحمه، كان هو وأصحابه إذا دخل عليهم شهر رمضان لزموا المسجد وقالوا نحفظ صيامنا. وإنك لتعجب مما يحفظ منه أبو هريرة رضي الله عنه صيامه، فإنه من أهل العلم، وإنما أراد أن يحفظ لسانه من القيل في الناس ومن الخوض فيهم وفي أعراضهم، ناهيك عن الخوض في أمور أشد من ذلك. فالمقصود من هذا أن طالب العلم يحفظ صيامه، فلا يكثر الخوض فيما لا يعلم، ولا يكثر الخوض في غيبة ولا نميمة ولا قول زور ولا جهل ولا عمل بذلك. والواجب على المسلم أن يجعل هذا دأبا له في سنته كلها وفي رمضان بخصوصه. الأمر الأخير وبه أختم حديثي أن طالب العلم في رمضان يجب عليه أن يزداد في العبادة أكثر مما يفعل غيره، فإن كثيرا من الناس يقول خذ علمي ولا يضرك تقصيري، وليس الأمر كذلك، فإن طالب العلم مسؤول أمام الله عز وجل عن العلم الذي تعلمه، وهو مسؤول أمام الله عز وجل عن عمله الذي لم يعمل به بهذا العلم الذي تعلمه. ولتعلم إذا أردت أن تعرف أن هذا العلم الذي تعلمته أهو لك أم عليك، أهو نافع أم هو ضار، فانظر في عملك، فإن رأيت عملك قد ازداد طاعة وقد ازداد هدى وقد ازداد توفيقا، فاعلم أن العلم الذي تعلمته قد زاد وهو نافع، وإن رأيت ذلك على خلاف ذلك فاعلم أن علمك ناقص وأن نيتك فيها دخل. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: يجب على المسلم أن يعرض عمله ونفسه على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن وجدها خيرا حمد الله عز وجل وسأله الزيادة، وإن وجدها على خلاف ذلك رجع عن قريب وأناب إلى الله عز وجل. فالمرء يجب عليه أن ينظر في عمله، وطالب العلم بالخصوص كلما تعلم مسألة فيجب عليه أن يحرص على أن يعمل بها. ولذلك قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا لا يجاوزون 10 آيات حتى يعلموا ما فيها من الحلال والحرام ويعملوا بها. وانظر لبعض أهل العلم، فقد روى أبو بكر المروذي أن سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى قال: إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بسنة، أي ببحث عن علم لكي يكون عملك على سنة فافعل. والإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: ما علمت شيئا من السنن قط فعلها النبي صلى الله عليه وسلم إلا فعلته، إلا سنة واحدة عجزت عن فعلها، وهي أن أطوف راكبا. فقد ثبت في الصحيح من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت راكبا، قال: لم أستطع فعل هذه السنة. قال: وما عدا ذلك فقد فعلته، حتى إنه قال: إذا سمعت بسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فاعملها ولو مرة في عمرك. وذكر ذلك في الخضاب، فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد خضب لحيته بالحناء، فقال: افعلها ولو مرة في عمرك لتتحقق السنة. فالمقصود أن طالب العلم يجب عليه أن يعمل في شهر رمضان من الطاعات أكثر مما يعمله غيره، ويلزم عليه في حفظ لسانه أولا، وحفظ صومه مما فيه شبهة أو غير ذلك، ويجب عليه كثرة لزومه للمساجد وكثرة ولزومه إما اعتكافا أو مكثا أو نحو ذلك، وأن يبادر إلى الصلوات تبكيرا، وأن يحرص على السنن وغير ذلك. ولذلك فإن الإمام أحمد لما كان في سفر قام لصلاة الليل ولم يقم أصحابه الذين كانوا معه، فلما
نظر إليهم قال: عجبت لطالب علم لا يقوم الليل، عجبت لطالب علم لا يقوم الليل. وقال أبو الزناد صاحب أبي هريرة رضي الله عنه: إن مما يعاب به على المتفقه أن يقل من قراءة كتاب الله عز وجل، فيجب على المرء أن يجعل له وردا من كلام الله عز وجل، وأن يحرص على أن يأتي بالخير كله، وخاصة ما دام عنده شيء من العلم. ثم أختم بمسألة أيضا كنت أنوي الحديث عنها لكن أتركتها، لكن أرى التنبيه لها لأهميتها، وهو أن طالب العلم يجب عليه في السنة كلها وفي رمضان بالخصوص أن يبتعد عن شواذ العلم، وأن يبتعد كذلك عن الإغراب في المسائل، فإن الإغراب في المسائل يحبه بعض الناس، وخاصة إذا ابتدأ المرء في علمه، لأن الإغراب يلفت النظر إليه ويجعل الأبصار مشمئزة، ويجعل الأبصار يعني شاخصة إليه، والناس يسمعون هذه المسألة التي أجادها. ولكن يجب على طالب العلم وهي من دلالات توفيق الله عز وجل له، وأن الله سبحانه وتعالى رزقه إخلاصا وتوفيقا، أن يبتعد عن شواذ العلم وغرائبه. نعم قد يتعلمها المرء لكن لا يحدث بها. وقد ثبت في مقدمة صحيح مسلم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تدركه عقولهم إلا أصبحوا به مكذبين. فإن هناك مسائل هي تعتبر أقوالا شاذة أو ضعيفة عند بعض أهل العلم، ولكن بعض طلبة العلم ربما يتبنى هذا الرأي ليغرب عن الناس، ويأتي بأمور مستغربة بعيدة عنهم. ولذلك ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أنه يكره إذا جلس المرء عند أناس أن يأتي بغريب حديثه، بالغريب مما يروى من الأحاديث وغيرها، لأن في ذلك أمورا مذمومة. أنا أقول هذه المسألة لما؟ لأنه دائما في أوقات المواسم في رمضان وفي غيره يأتي الناس بغرائب المسائل التي لم يعتادونها، وفي الحج فنسمع في كل سنة في الحج من الفتاوى الغريبة ومن إحياء المسائل النادرة الشاذة ما لم يسمع قبل، وهذا لا شك أنه من الأوصاف المذمومة عند أهل العلم، وكلامهم في ذلك طويل، لكن أكتفي بكلمة واحدة قالها الفقيه الحنفي ابن عابدين رحمه الله تعالى في شرح رسم المفتي، فإنه ذكر أن المرأة ربما دخل بلدة وكان هذا المرء من علماء في فقه الحنفية يقصد، وكان حافظا لكتب ظاهر الرواية الستة، والمراد بها الجامع الصغير والكبير والنكت والزيادات والسير الصغير والكبير، يكون حافظا لكتب ظاهر الرواية الستة التي رواها محمد بن الحسن. قال: ومع ذلك لا يجوز له أن ينتصب بفتوى ولا بتعليم، كذا يقول، حتى يعلم عرف تلك البلد وما الذي يفتون به، ثم بعد ذلك وما يقدمون، ثم بعد ذلك ينتصب للفتوى والتعليم. وهذا يدلنا على أن أهل العلم جميعا متفقون على أن المرء يحرص على أن لا يأتي بالإغراب في مسائله، ولا يأتي بالمنكرات من الاجتهادات التي ربما هي قول مرجوح أو ضعيف أو هو قول لبعض أهل العلم في المسائل، وإنما يأتي المرء بما عليه المسلمين وعليه عامتهم، فإن في ذلك خيرا عظيما. هذا بعض الحديث الذي أردت أن أتكلم عنه فيما يتعلق في العلم في رمضان والعلم ورمضان. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا جميعا بالهدى والتقى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات. وأسأله جل وعلا أن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وأسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. وأسأله سبحانه وتعالى أن يقضي الدين عن المدينين، وأن يزيل الهم والكرب عمن به هم أو كرب. وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يولي على المسلمين خيارهم، وأن يكفيهم شر شرارهم، وأن يؤمن المسلمين في أوطانهم. وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح ويحفظ أئمتنا ولاة أمورنا، وأن يدلهم على الخير، وأن يصلح لهم بطائنهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم.